فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عددا ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين كل مكروه وسوء يا رب العالمين، في أنفسنا وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيهوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. فصل في أحكام الاستبراء. وهذا الأمر وهذا الباب متعلق بوجود إماء وملك يمين، فمجرد تاريخ، احنا هنقرأه للتاريخ فقط، لكن ليس له يعني تطبيق في الواقع العملي الحالي، لكن مجرد انك تفهم ان الاستمتاع بالإماء بملك اليمين كان له قيود، وليس مطلقا هكذا، ولكن له قيود وله ترتيب، وليس الأمر فوضى، لأن الأنساب أمر مقصود شرعي، المحافظة على الأنساب، واختلاط الأنساب يؤدي إلى مفسدة شرعية دينية ودنيوية، ولذا كان يجب أن يكون هناك ضوابط للاستمتاع بالإماء في ملك اليمين حتى نضمن نقاء الأنساب وعدم اختلاطها. يقول: فصل في أحكام الاستبراء، وهو لغة طلب البراءة، وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها، تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. يبقى الاستبراء بالنسبة للأمة كالعدة بالنسبة للحرة. احنا بعد ما اتكلمنا على أحكام العدة بالنسبة للحرة، جزء منها تعبدي وجزء منه براءة رحم، كذلك الاستبراء بالنسبة للأمة جزء منه تعبدي وجزء منه أيضا براءة رحم، ولكن في الأمة نسميه استبراء بملك اليمين، وفي الحرة أو المزوجة بنسميه عدة، عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو شيء منه. والاستبراء يجب بشيئين، أحدهما زوال الفراش، وسيأتي في قول المتن اللي يقابلها مع الحرة أو في النكاح الطلاق، وزوال الفراش ده اللي يقابله مع الإماء، يعني لا تصبح فراشا لمالكها، إما لأنه باعها أو مات عنها أو تصرف فيها بهبة أو شيء من هذا. يبقى يجب في الحالة دي أول حالة الاستبراء، لأن قد يملكها واحد آخر فلابد أن يستبرئ رحمها أولا. يبقى أحدها زوال الفراش، وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخر. والسبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله: ومن استحدث ملك ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه، أو بإرث أو وصية أو هبة، يعني ملك إما بشراء أو بإيه؟ أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك، زي غنائم الحروب والإماء وتوزيع الإماء والسبايا
كل دي يدخل في غير ذلك أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته، حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة. يبقى يستبرئ الأول بحيضة، يطمئن أنها حاضت، يبقى رحمها فاضي، بعد كده له أن يستمتع بها ولو كانت بكرا، ولو كانت حتى بكرا، لأن في جزء منها تعبدي وليس هو مطلق العلة براءة الرحم فقط، الجزء منها تعبدي. ولو استبرأها بائعها قبل بيعها ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة، كل ده برضو يجب عليها أن يستبرئها بالرغم إيه هذا كله. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور، افرض إن هي آيسة لا تحيض أو صبية صغيرة لا تحيض، تبقى دي من ذوات الشهور، فعدتها بشهر فقط. وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. يبقى لو اشترى زوجته لا يجب الاستبراء لأنها زوجته، لكن يسن لأن في جانب تعبدي، يبقى للجانب التعبدي بس، فصار سنة ولا يجب، ولا يجب ليه؟ لأنه يزوجته. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، لأن هي مشغولة بالعدة بتاعتها. فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء، يعني ما ينفعش يشغلها في العدة والاستبراء في عين واحد. يبقى طالما هي مشغولة بالعدة يبقى ما يستبرئهاش حالا، ينتظر لما تنقضي العدة وبعدين يستبرئها، إن كانت من أولاد الحيض تبقى بحيضة وإن أولاد الشهور تبقى بشهر. ما هو الاستبراء متعلق بالنكاح السابق. ما هي متعلق ده بالنكاح السابق لأن هي كانت مزوجة. فتعتد لأن هي كانت متعلقة بالزوج الأول، وبعد ما تعتد لو سيدها بقى يريد أن يقربها يستبرئها بعد نهاية العدة. مش العدة كانت استبراء لرحمها من أي حمل. أيوه بس ما أنا لتعلقها بالزواج اللي فات. لكن الاستبراء ده الجزء التعبدي بقى. احنا قلنا ان ليها عله تعبديه، مش المقصد هو الاستبراء فقط. ده الاستبراء ده ممكن نقول عليه حكمه وليس عله يعني. وجب الاستبراء حينئذ. واذا مات سيد ام الولد وليست في زوجيه ولا عده نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة. اي فيكون استبراؤه بشهران. ام الولد اللي هي أما أنجبت لسيدها من سيدها، بيسموها أم والد، بمجرد وفاة السيد يحررها ولده أو من ولدته، يعني سواء كانت ولدت امرأة أنثى أو ذكر، المهم ولدت والله سموها أم أما. ففي الحالة دي لما يموت زوجها وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة، فيكون استبراؤها بشهران. ليه شهران؟ هنا زودنا بشهر إن هي بشهر بس، فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها، ولها أن تتزوج في الحال. هنشوف بقى كلام الشيخ البيجوري، هنقرأه بسرعة النهاردة، نحاول نخلص الموضوع ده لأنه ملوش تطبيقات معاصرة يعني كتيرة، لكن احنا هنقرأه أولا لمعرفة حكمة الشرع الشريف في وضع كان قائما عندما جاء الإسلام. وضع الإماء كان منتشرا، وكان لابد أن يواجهه الإسلام بأحكام تضبطه لأنه كان منتشرا بغير ضابط، فجاء الإسلام يضبطه بضوابط. بمرور الزمن والقرون انتهى، وكأن الإسلام لا يحب التغيير المباشر السريع في الأمور لكن يحب التدرج في التشريع، فضبطه بضوابط حتى آل في النهاية إلى أنه اختفى
بعد مثلا 1000 سنة من الإسلام اختفى الموضوع ده. فصل في أحكام الاستبراء. يقول: كحرمة الاستمتاع بالأمة التي حدث له ملكها حتى يستبرئها كما سيأتي في كلامي. وهو في الأمة كالعدة في الحرة، يعني الاستبراء في الأمة كالعدة في الحرة، وهو هنا يعود على الاستبراء. وهو في الأمة كالعدة في الحرة، وإنما خص باسم الاستبراء لأنه اكتفي فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم، كحيضة في ذوات الحيض وشهر في ذوات الشهور، بخلاف العدة فإنه لم يكتفي فيها بذلك فخصت باسم العدة أخذا من العدد لاشتمالها عليه غالبا، لأنها هتعد شهور، هتعد أقراء، مش كده برضو؟ فالعدة أخذت من العدد. والأصل فيه يعني الدليل في الاستبراء الأحاديث الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أو أوطاس بفتح بضم الهمزة أفصح من فتحها، وبمنع الصرف للعالمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان، وهي اسم واد من هوازن عند حنين. بعد غزوة حنين كان في سبايا كثيرة، عدد ضخم جدا من السبايا، فالنبي نادى قال: ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وألحق الشافعي رضي الله عنه من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الطهر والحيض غالبا وهو شهر، وقاس بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك. وما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وقع في سهم جارية من سبي حلولاء، ودي منطقة في موجودة في إيران الوقت حلولاء دي، فنظرت إليها فإذا عنقها كإبريق الفضة، يعني جميلة أوي، يعني ده وصف يدل على جمالها يعني. والمراد به السيف، سمي بذلك لشدة بريق ولمعاني. فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون إليها. وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نواحي فارس، فتحت يوم اليرموك 17 من الهجرة، وبلغت غنائمها من الإماء 18,000، والنسبة إليها جلولي على غير قياس، لأن القياس جلولاوي كصحراوي في النسبة إلى صحراء. قول: وهو لغة طلب البراءة، فالسين والتاء للطلب، يعني الاستبراء أي طلب البراءة. وشرعا عطف على لغة، وقول تربص المرأة أي انتظارها، فالتربص بمعنى الانتظار كما مر. والمراد بالمرأة الأمة، ولو عبر بها لكان أولى وأنسب كما قاله المحشي، لأن الاستبراء في الرقيقة. نعم قد يكون في الحرة كما إذا كان لها ولد من غير زوجها ومات يعني هذا الولد، فإنه يسن له استبراؤها لأنها ربما تكون حاملا، فيكون الحمل أخا للميت من الأم فيرث منه السدس، لأن كان زمان المرأة ممكن تضع وتطلع ويجي التوأم يتولد بعديه بشهر كمان، يعني مش مجرد ان وضع الحمل، لازم فراغ الرحم تماما يعني. فيكون الحمل أخا للميت من الأم فيرث منه السدس. فلعل تعبيره بالمرأة ليشمل الحرة في هذه الصورة، ودي صورة نادرة. وتربص الأمة إما من نفسها أو من سيدها، وهو في الحقيقة من سيدها، يعني التربص المفروض من السيد أساسا، لكن هو من باب إضافة إيه اللي مفعوله، إضافة المصدر اللي هو التربص لمفعوله، يعني التربص واقع على المرأة. وهو في الحقيقة من سيدها لأن السيد يتربص بها، فيصح إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. قوله مدة ظرف للتربص، والمراد به مدة الحيض في من تحيض، والشهر في ذات الأشهر، ومدة الحمل إلى أن تضع في ذات الحمل بسبب حدوث الملك فيها أو زوالي عنها، هذا بالنظر للأصل والغالب، وإلا فقد يكب الاستبراء بغير ذلك، كأن وطئ أمة غيره، تحصل بعد الصور بقى إيه النادرة يعني،
كأن وطئ أمة غيره يظن أنها أمته، فيجب فيها الاستبراء في الحالة دي، يبقى سيدها لابد أن يستبرئها، على أن السبب في الحقيقة ليس حدوث الملك أو زوالي، بل حدوث حل التمتع أو روم التزويج. ودخل في حدوث حل التمتع ما لو فسخت الكتابة، ما لو فسخت الكتابة المكاتبة كتابة صحيحة، أو فسخها السيد. المكاتبة اللي هي بتبقى بتشتري نفسها من سيدها بأقساط، فلو تم فسخ يبقى إيه في الحالة دي تستبرئ، بشرط أن تكون الكتابة صحيحة. أو فسخها السيد بتعجيز لا عند عجزها عن النجوم اللي هي الأقساط، فيجب استبراؤها لحدوث حل التمتع بعد زواله، فأشبه ما لو باعها ثم اشتراها، بخلاف الكتابة الفاسدة فلا يجب فيها استبراء لأنها لا ينبني عليها أحكام. وما لو بخلاف أيضا، وما لو أسلمت الأمة المرتدة والسيد المرتد، يعني الأمة ارتدت وسيدها ارتد ثم عادوا للإسلام. الكتابة الفاسدة زي يعني العقد نفسه عقد باطل، فيه قيود فيه شروط تبطله وليس عقد صحيح، أو الثمن فيه غير واضح، أو الأقساط فيه غير موضح فيها المدة ولا القدر اللي يدفع ولا مكان الدفع ولا كيفية الدفع، يعني فيه نوع من إيه من الجهالة، واخد بالك إزاي؟ ففي الحالة دي يبقى إيه باطل، أو من غير ذي عقد، يعني عملت المكاتبة بينها وبين ابنه وهي ملك أبيه، فراحت لابنه الكبير قعدت تعمل معه عقد كتاب، المفروض عقد المكاتبة يبقى بينها وبين المالك المباشر، وليس كل دي اسمها عقود فاسدة. وما لو أسلمت الأمة المرتدة والسيد المرتد، أو أسلما معا بعد ردتهما. خد بالك لو الأمة ارتدت يحرم على سيدها أنه هو إيه يستمتع بها، لأن لا يستمتع إلا إذا كانت كتابية أو مسلمة، ولا يستمتع بالأمة إيه اللي هي على دين غير الكتابي، دين أهل الكتاب أو الإسلام. فلو ارتدت يمتنع عن أسلام الثاني يستبرئ، واخد بالك؟ أو العكس، هو ارتد أو هما الاثنين ارتدوا مع بعض وعادوا مرة أخرى، يبقى في الحالة دي برضو يستبرئ، فإنه يجب الاستبراء لحدوث حل التمتع بعد زواله. هنا يحدث حل التمتع بعد زواله. وما لو، وصورة ثالثة، وما لو زوج السيد أمته أو طلقها الزوج قبل الدخول، يعني عنده أمة يملكها، زوجها لرجل، جاء الرجل ده طلقها سواء قبل الدخول طلقها قبل الدخول، يبقى هيزول هنا إيه مانع الحل الاستمتاع بزوال الزواج، يبقى في الحالة دي برضو يستبرئ. واضح؟ فإنه يجب الاستبراء لما مر، فإن طلقها بعد الدخول وجب استبراءها برضو بس بعد زوال العدة، وجب استبراءها بعد انقضاء عدتها من الزوج، بخلاف ما لو خلت من حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام فلا استبراء عليها، لأن ذلك لا يخل بالملك. يعني خد بالك إن هي لا يجوز له أن يستمتع بها في حال الحيض أو النفاس أو في وقت صومها أو وقت اعتكافها أو وقت إحرامها، يبقى إذا انقضى حيضها ما يستبرئهاش بقى. فهمت إزاي؟ ده خارج، فهمتني إزاي؟ بخلاف ما لو خلت من حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام فلا استبراء عليها، لأن ذلك لا يخل بالملك، بخلاف الكتابة والردة والنكاح. الكتابة والردة والنكاح دي تخل بالملك، فإن زالت زال المنع يبقى وجب الاستبراء، إنما الحيض والنفاس والاعتكاف والإحرام ده لا يخل بالملك، فلا يجب بعدها بعد زوالها الاستبراء. عشان ودخل في روم التزويج، روم التزويج يعني الرغبة في التزويج، ما لو أراد تزويج موطوءته مستولدة ك
كانت أو غير مستولدة، فيجب استبراؤها قبل تزويجها حذرا من اختلاط المائين. هو ناوي يزوج أمته اللي كان بيفترش، يبقى وجب قبل أن يزوجها أن يستبرئ رحمها الأول حتى لا يختلط ماء بماء إيه؟ الولد. كل دي صور بيحاول يديها لك عشان يبين لك ان الامور كانت مقننة، وان علاقة الرجل، لان في ناس فهم ان ايه الا ما ملكت الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم، ان ملكت ايمانهم دي بلا ضوابط، لا كان ليها ضوابط، خدت بالك؟ فدي نقطة مهمة عشان يفهم منها الفقيه ان هناك ضوابط، فيرد على شبهات من يعترض على الاسلام بجواز الحل الاستمتاع بايه بملك اليمين، ويعتبر ان دي فوضى جنسية بلغة العصر يعني. لا ما كانتش فوضى، كانت ليها ضوابط، في حين ان غير المسلمين كانوا هم اللي عايشين في الفوضى، بخلاف الكتابة والردة والنكاح. ودخل في روم التزويج ما لو اراد تزويج موطوءته مستولدة كانت او غير مستولدة، يعني ولدت له او ما ولدت له، فيجب استبراؤها قبل تزويجها حذرا من اختلاط المائين، بخلاف ما لو اعتقها واراد تزوجها فيجوز له ان يتزوجها من غير استبراء، كما يجوز له تزوج المعتد منه لان الماء ماءه، بخلاف ما لو اعتقها وهي كانت ملكه ثم اراد ان يتزوجها، يبقى مفيش استبراء هنا لانه الماء واحد، هو هو نفس الرجل. قوله تعبدا، العلة ايه في الاستبراء؟ تعبدا اي للتعبد، كما في البكري، لان البكر برضو بيستبرئها، وحتى لو كانت متزوجة صبي برضو يستبرئها، يبقى داخل فيها علة التعبد، اي للتعبد كما في البكر. ومن استبرأها بائعها قبل بيعها، والمنتقلة من صبي او امرأة، فإن الاستبراء في هذه الصور للتعبد لتيقن براءة رحمه، يعني راح اشتراها من البائع، فالبائع قال له انه لم يقربها احد منذ شهر، او استبرأها البائع وجاهزة، برضو يجب عليه استبراءها حتى لو كان استبرأها البائع قبلها، واخد بالك؟ ليه؟ للتعبد لتيقن براءة رحمها. وقوله او لبراءة رحمها من الحمل، العلة الثانية أو الحكمة الثانية، يبقى علة تعبدية أو حكمة تعبدية، وحكمة أخرى براءة الرحم من الحمل، أي فيما إذا لم يتيقن براءة رحمها لاحتمال أن يكون رحمها مشغولا بالحمل. قول أول استبراء يجب بشيئين، أي بأحد شيئين بل ثلاثة أشياء بزيادة روم التزويج، وقد تقدم الكلام عليه، وقد عرفت أن هذا بالنظر للأصل والغالب، وإلا فيجب بغير ذلك، كما لو وطئ أمة غيره يظنها أمته كما مر، يبقى في الحالة دي وجب الاستبراء، في حين أنه لم يطرأ عليه ملك ولم يزول عنه ملك، يعني في بعض السؤال، لكن هو بيقول لك هنا هو في شيئين دول على سبيل الغالب يعني، لكن في تفاصيل أخرى ممكن تبقى ليها صور. قول أحدها أي أحد الشيئين قول زوال الفراش عن الأمة، وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره، أي لأنها لما عتقت بموت السيد زال الفراش عنها، فيجب عليها الاستبراء لزوال الفراش الذي كان بالملك، كما تجب العدة على المفارقة لزوال الفراش الذي كان بالنكاح، يعني لما بيزول الفراش بالنكاح للزوجة بوفاة الزوج بيجب على عدة وفاة، وكذلك لما يزول الفراش لأم الولد بالموت يجب عليها أيضا عدة، وإن كانت تحررت بموته، واخد بالك؟ ليه؟ لبراءة رحمها، ثم بعد ذلك عايزة تتزوج بعد كده تتزوج بعد براءة رحمها بهذه العدة. ومثل أم الولد في ذلك المدبرة، لما يقولها أنت حرة دبر موتي، يبقى برضه هتبقى تشبه ام الولد انها هتتحرر بمجرد وفاة سيدها، يسموها المدبرة، فانها تعتق بموت السيد فيجب عليها الاستبراء لزوال الفراش. وكذا اذا اعتق السيد امته مستولدة كانت او لا واراد تزوجها من غيره فيجب عليها الاستبراء لذلك، ولو استبرأها قبل الاعتاق في المستولدة، بخلاف ما لو استبرأها قبل الاعتاق في غير المستولدة،
والفرق أن المستولدة تشبه المنكوحة فلا يعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش، وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة فيعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش فلا أن تتزوج في الحال كما سيأتي في الشرح. المستولدة وغير المستولدة، يعني المستولدة يعني اللي بيستمتع به، وغير المستولدة اللي هو لا يقربها أصلا، يعني عنده أمه ولا يقربها، واضح؟ فالذي لا يقربها يبقى له إنها إذا اعتقها أو أراد أن يزوجها تتزوج بغير استبراء مباشرة، أو مات عنها يبقى برضو إيه لا استبراء عليه. والسبب الثاني في حدوث، والسبب الثاني يعني في الاستبراء حدوث الملك، يبقى أول حاجة زوال الفراش والثاني حدوث الملك. قد تقدم أن حدوث الملك ليس هو السبب في الحقيقة، بل السبب حدوث حل التمتع، فيشمل ما تقدم من فسخ الكتابة الصحيحة والإسلام من الردة وطلاق الزوج للأمة المزوجة، وذكره المصنف أي ذكر السبب الثاني. فالسبب الأول في كلام الشارح مذكور في كلام المصنف ثانيا، والسبب الثاني في كلام الشارح مذكور في كلام المصنف أولا كما استفيد من صنيع الشارح. قول ومن استحدث ملك أمة أي تسبب في حدوث ملك أمة، هذا ظاهره، ولكن المراد حدث له ملك أمة ولو قهرا، بدليل قولي أو بإرث، لأن الإرث ده ملك قهري، فإن الملك فيه قهري، وكذلك في الرد بالعيب الداخل في قوله أو غير ذلك كما سيأتي. يعني هو اشترى الأمة وبعدين ردها بالعيب فعادت إلى البائع مرة أخرى، يستبرئها البائع. فهمت برضو؟ في قوله أو غير ذلك كما سيأتي. قوله بشراء أي بسبب شراء، نعم لو اشترى زوجته لم يجب استبراؤه لأنه لم يتجدد به حل التمتع، بل التمتع باق غاية الأمر أنه اختلف سببه. يعني افرض أن زوجته دي كانت أمة ملك سيدها وهو تزوجها فأراد أن يشتريها من سيدها، فإذا اشتراها يبقى لا يجب استبراء لأن هي أصلاً زوجته في عصمته، واضح؟ لأنه لم يتجدد به حل التمتع، بل التمتع باق غاية الأمر أنه اختلف سببه، فإن كان أولاً بالنكاح وثانياً بالملك، ولكن يندب في الحال دي استبراء، يندب فقط للتعبد كما سيذكره الشارح ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، فإن ولد النكاح ينعقد مملوكاً. مهم في الحالة دي عشان يميز بين الولد اللي أنجبه منها وقت نكاحه إياها قبل أن يشتريها، فالولد اللي بالنكاح هيبقى إيه؟ هيبقى عبد رقيق. ما هو الأبناء يتبعوا الأم في الرق والحرية، فهمت؟ لكن اللي هو أنجبه منها بعد ما اشتراها يبقى تابع له، يبقى حر كأبيه. فهمت ازاي؟ فهم عايزين يميزوا من الاثنين. طب سمعنا ليتميز. ايوه طب اشمعنى لما ارتد هما الاثنين ورجعوا، طب ليه الاستبراء هنا وهو لسه متمتع بيه؟ لان يعتبر عاد اليه حل التمتع بعد زواله، فطالما طرأ عليه الحل بعد الزوال وجب الاستبراء. ليه زي ما هما على الكفر اكيد كان بيتمتع بيه. ما احنا ما نعرفش برضو على الكفر دي، ما يمكن هي كانت برضو بتلعب بدل، ما انا ما نعرفش الظروف ايه. وبعدين في جزء تعبدي في الاسلام. كما سيذكره الشارح ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، فان ولد النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق فلا يكافئ حرة الاصل. ولد النكاح هيبقى مملوك، كويس، وبعدين لما هيشتري الام هيلحقها ابنائها، فتصير ايه بعد كده تابعه ليه بالملك، صار هو السيد، فيطرى عليه الحريه، يبقى كان اصله عبد ثم طرى عليه الحريه. فيبقى الولد ده لما يجي يتجوز ما يكبر ما يتجوزش ايه، ما يكونش كفء لحره في الاصل، هتبقى الكفاءه فيراعى هذا بالكفاءه. يعني
عشان بيقول لك فلا يكافئ حرة الأصل ولا تصير أم أي. هو لو اشترى زوجتها تمام فأصبحت حرة. لا لا ما أصبحتش حرة، ده صارت ملكه هو. ملكه هو ثم أعتقها ولادها. لا مش شرط أعتقها هنا. طب الصورة هنا مش شرط أعتقها. الحتة اللي بسألها ولادها مش لسه ملك سيدها القديم؟ لا ما هو هنا طالما هو متزوجها هيلحقوا أولادها. لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن تفريق المجتمعين وعن جمع المتفرقين. فإذا إيه اشتراها هيشتريها بملحقات اللي هم أولادها يعني. فلا يكافئ حرة الأصل ولا تصير أمه أم ولد. وولد الملك ينعقد حرا فيكافئ حرة الأصل وتصير أمه أم ولد. قول لا خيار فيه أي بأن كان لازما، يعني كأنه بشراء لا خيار فيه. فإن كان فيه خيار فإن حصل الاستبراء في زمن الخيار فلا يعتد به لضعف الملك. يعني لما يشتري الأمة وعنده زمن خيار إنه يرد بالعيب في مدة أسبوع شهر، يبقى ما يتحسبش الشهر ده من الاستبراء. يتحسب الشهر من الاستبراء إمتى؟ بالملك التاني مش الملك المعلق. فلا يعتد به لضعف الملك. وإن حصل بعد اللزوم اعتد به ففي مفهوم قولي لا خيار فيه تفصيل. فاندفع قول المحشي لو قال بعد لزومي لكان أولى، وأنسب على أنه يمكن دخول ما إذا كان فيه خيار ثم حصل بعد اللزوم في قولي لا خيار فيه، لأنه يصدق عليه بعد اللزوم أنه لا خيار فيه. وإن كان المتبادر من قولي لا خيار فيه أنه لازم من أول الأمر وبالجملة، فالمدار على كونه بعد اللزوم سواء وجد القبض أم لا، لأن الملك قبل القبض لازم فأشبه ما بعد القبض. قوله أو بإرث أي يعني إيه ملكها، يا إما بإرث أو بإيه بعقد بيع لا لازم يعني، أو بإرث أي ولو قبل القبض، لأن ما ملك بذلك مقبوض حكما وإن لم يكن مقبوضا حسا بدليل صحة التصرف. قول أو وصية أي بقبول وصية، وإن لم يقبضها بخلاف قول أو هبة، فإنه يقيد بالقبض لأن الهبة لا تنعقد إلا بالقبول، إنما الوصية ما تحتاجش قبول الموصى له، وكذلك الإرث لا يحتاج قبول، فده يسموه ملك قهر. لكن الهبة بتحتاج القبض حتى يتم، فيحسب الاستبراء من وقت القبض لا من وقت الهبة. فلو حصل الاستبراء بعد عقدها يعني بعد عقد الهبة وقبل القبض يعني قبل أن يقبضها يعني في يده، لم يعتد به لتوقف الملك فيها على القبض فيها يعني في الهبة. قوله أو غير ذلك من طرق الملك أي كالرد بالعيب والإقالة والتحالف والسبي ونحو ذلك. ولم تكن زوجته بها الضمير كما في بعض النسخ، وسيذكر الشرح مقابله بقوله وإذا اشترى زوجته سن لها استبراؤها، وعلى هذا فالقيد الوجوب الاستبراء لأنه يندب في مقابله. وفي بعض النسخ ولم تكن زوجة من غير هاء الضمير، ويزاد على ذلك ولا معتدة، وسيذكر الشرح مقابله بقوله وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إلى آخره. وعلى هذا فالقيد الوجوب الاستبراء حالا، لأنه يجب الاستبراء في مقابله إذا زالت الزوجية والعدة، وإن كان لا يجب حالا. يعني المشغولة بالعدة لا يجب الاستبراء حالا لأنها مشغولة بالعدة، لكن يجب الاستبراء بعد انتهاء العدة. قوله حرم عليه إلى آخره جواب الشرط، وهو من الشرط هنا جاي أداة الشرط هنا من، إن كانت شرطية، لأنه بيقول إيه ومن استحدث ملكا، ومن جواب الشرط ومن هو وهو من الشرط هنا، وهو من إن كانت شرطية، أو خبر المبتدأ وهو من إن كانت موصولة يعني التي. ولكن لا يخفى حرم يعني كلمة حرم عليه ده جواب الشرط اللي جاي من إيه من من، سواء اعتبرناها شرطية أو اعتبرناها خبر لمبتدأ إيه إن كانت موصولة بمعنى التي يعني. ولكن لا يخفى أن الوطء وإن كان حراما لعدم الاستبراء لكنه ليس زنا. طب افرض وطئه أهو وما استبرأش
ليس زنا ليه؟ لوجود شبهة الملك، يبقى حرام، ارتكب حرام كبيرة لكن مش زنا، واخد بالك؟ يعني اشترى أمة من السوق ووطئها قبل ما يستبرئها وهي ملكه بعقد لازم، يبقى عمل حرام من الكبائر لكن ليس زنا، واخد بالك ليه؟ لوجود شبهة الملك، فهمت؟ تدعوا الحدود بالشبهات. لكنه ليس زنا لوجود الملك، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العوام يسأل عن ذلك ويتوهم أنه زنا. يبدو أيام الشيخ البيوري كان في بعض العوام بيفتكروا أن الطريقة دي تبقى زنا، فهو بينبه أن دي ما اسمها الزنا وإن كان حرام. قوله عند إرادة وطئها كان الأولى حذفه، لأنه يوهم أنه إذا لم يرد وطئها لم يحرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، وليس كذلك. قول الاستمتاع بها أي بجميع أنواعه، حتى النظر بشهوة في جميع بدنها فيما عدا المسبية، المسبية مستثناة بس، أما فيها فلا يحرم إلا الوطء. المسبية له أن يستمتع بها دون الوطء حتى يمر وقت الاستبراء، المسبية بس، واخد بالك؟ وجاب لك أثر سيدنا عبد الله بن عمر لما قبل البنت إيه ولقاها جميلة كده مستحملش وهي مسبية لسه واخدها قبل أن يستبرئها، فدل على جواز الاستمتاع دون الوطء في المسبية دون غيرها. ليه؟ لان في اجماع سكوتي، الصحابه سكتوا ما قالوش عملت حرام، فيبدو ان هي كان معروف ان هذا مباح ايه وان الامر ده شائع بينهم، فدل على جوازه في المسبيه دون غيره. اما فيها فلا يحرم الا الوطء دون غيره، فيها يعني في المسبيه فلا يحرم الا الوطء دون غيره كالتقبيل، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا او طاس الا لا توطأ. والدليل الثاني وتقبيل ابن عمر للجارية التي وقعت في سهمه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا، وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه عن أن يختلط بماء الحرب لا لحرمة ماء الحرب، ومثلها المشترى من حرب برضه، لأن ماء الحرب على فكرة لا حرمة له، لكن أنا الحرمة لمائه هو، حتى يستبرئها أي لاحتمال حملها أو للتعبد كما أشار إليه الشارح بقوله ولو كانت بكرا إلى آخره. ولو باع جارية فظهر بها حمل وادعاه ولم يقر بوطئها قبل البيع، فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم أنه منه، ولا يثبت نسبه من البائع على المعتمد، لأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء. وقيل يثبت نسبه لأنه لا ضرر على المشتري في المالية، فإن أقر بوطئها قبل البيع، فإن كان استبرأها قبل البيع فأتت بولد لدون 6 أشهر لو أقل مدة حمل من استبرائها لحقه، وتبين بطلان البيع لكونها أم ولد للبائع. يعني واحد اشترى أم من البائع، كويس، وبعدين أنجبت بعد أقل من 6 أشهر، يبقى دي حامل من البائع، فهمت؟ يبقى في الحالة دي يتبين بطلان البيع لكونها أم ولد للبائع. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر، طب أنجبته بعد 6 أشهر فأكثر، احتمال منه لم يلحقه، ثم إن كان المشتري وطئها وأمكن كونه منه بأن ولدته 6 أشهر فأكثر من وطئه لحقه، وصارت الأمة مستولدة له، وإن لم يكن وطئها أو وطئها ولم يمكن كونه منه فالولد مملوك له، ولا تصير الأمة مستولدة له، وإن لم يكن استبرأها قبل البيع، فإن أمكن كونه من البائع فالولد له، إن لم يمكن كونه من المشتري له يعني البائع، فإن أمكن كونه منهما. طب احتمل ده البائع وطئها قبل ان يبيعها، وبعدين هو وطئها بعد ان اشتراها قبل ان يستبرئها، ثم اتت بولد، بقينا محتارين ده ابن مين، فهمت؟ انه نلجأ للقائف، القائف اللي هو ايه يثبت النسب عن طريق ايه الخلقة، يعني يقول لك اه ده ابن فلان من الشبه يعني، وطبعا ده مش موجود دلوقتي عندنا القياسة دي. عرض على القائف، القائف لثبوت ايه نسب لاحدهما،
ولو جرى صورة استبراء بعد ملك نحو مجوسية كوثنية ومرتدة، أو نحو مزوجة كمعتدة من زوج أو وطئ شبهة لم يعتد به، فإذا زال المانع بأن أسلمت، يعني افرض ان كانت مجوسية واستبرأها شهرين ثلاثة وبعدين اسلمت، ما يتحسبش فترة استبرأها وهي مجوسية، يبتدي يستبرئها بشهر او بحيضة بعد اسلامها. خدت بالك؟ او بان اسلمت نحو المجوسية، او طلقت الزوجة قبل الدخول او بعده وانقضت العدة، او انقضت عدة الزوج او الشبهة، فلا بد من الاستبراء ثانيا، ولا يكفي الاستبراء الاول لانه لا يستعقب حل التمتع الذي هو المقصود من الاستبراء. قول اذا كانت من ذوات الحيض بحيضه، اذا كانت من ذوات الحيض او الحيض تنفع الاثنين، اي كامله تستبرئ بحيضه كامله، فلا تكون بقيه الحيض الذي كان موجودا عند وجود سبب ملكها كالشراء بخلاف بقية الطهر في العدة، لأنها تستعقب الحيض الدالة على البراءة، وهذه تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة، يعني الطهر لا دلالة له على البراءة، وإنما كانت العبرة هنا بالحيض. في الاستبراء الشفعية خلوا العدة بالحيض، واخد بالك؟ وفي الطلاق خلوا العدة بالأطهار، انما الاحناف عندهم الايه؟ الاستبراء وعده المطلقه بالحيض في كله، لكن الشافعيه وافقوا الاحناف في الاستبراء وخالفوهم في عده الايه؟ المطلقه. وانما كانت العبره هنا يعني في حل الاستبراء بالحيض وفي العده اللي هي المطلقه يعني بالطهر، لان الاقراء فيها متكرره فتعرف البراءه بتكرر الحيض ولا تكرر هنا، فيعتمد الحيض الدال على البراءة، ومن انقطع حيضها صبرت إلى أن تحيض فتستبرئ بحيضة، فإن لم تحض صبرت إلى سن اليأس ثم استبرأت بشهر، لأنها آيسة على نظير ما تقدم في العدة زي ما قال ولو طالت المدة. قوله ولو كانت بكرا، إلى أنه وإن تيقنت براءة رحمها يجب الاستبراء تعبدا، لأن في علة تعبدية، وهكذا يقال فيما بعد. ومحل وجوب الاستبراء عند تيقن براءة رحمها إذا كان السبب حدوث حل التمتع، بخلاف ما إذا كان السبب روم التزويج فإنه لا يجب الاستبراء له عند تيقن براءة رحمها، كما في الغايات التي ذكرها الشارح. ولو استبرأها بائعها قبل بيعها، ويستحب له استبراؤها قبل البيع ليكون على بصيرة في بيعها، لا قبل ما يبيعها يطمئن إن فعلا مش حامل، عشان اولا ما يندمش ويحصل الخلل، يا ترى الولد ده منه ولا من اللي اشتراها منه ولا هتبقى ايه، فيسن للبائع ان هو يستبرئ رحم كل اما يعرضها للبيع، واللي يشتريها لا يعتد ايه باستبراء البائع، بل يجب عليه ايضا ان يستبرئ. ويستحب له استبراؤها قبل البيع ليكون على بصيرة في بيعها، ومع ذلك لا يكفي عن الاستبراء بعد بيعها تعبدا ده للمشتري كما علم. ولو كانت منتقلة من صبي، أي كأن اشتراها من وليه، يعني الأمة دي كانت ملك صبي، والصبي ده لا يقرب النساء، وجاء ولي وراح باع الأمة دي، برضو يستبرئها، مش يقول أصل دي كانت أمة صبي والصبي لا يقرب النساء، برضو ليه؟ لأن علة هنا تعبدي. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور، أي كصغيرة وأيسة ومتحيرة، فعدتها بشهر. قال الشيخ القليوبي لعل هذا سهو من الشارح وكذا ما بعده، لأن الكلام في الاستبراء لا في العدة. وأجاب المحشي حيث قال لعل مراد الشارح بالعدة هنا الاستبراء مجازا، لأنه شابه العدة في براءة الرحم. وقوله فقط، أي دون زائد عليه. قول وإن كانت من ذوات الحمل، أي ولم تكن معتدة بوضعه، فإن كانت معتدة بوضعه كأن ملكها وهي معتدة من زوج بالحمل، فلا يحصل الاستبراء بالوضع، بل يجب الاستبراء بعده، يعني ينتظر لما تضع، وبعد ما تضع ينتظر شهر. وقول فعدته، وقد علمت ما فيه من التجوز، وقول بالوضع أي للحمل، ولو من زنا، هكذا قال المحشي وغيره، وكذلك في المنهج، والمعنى سواء كان من زنا، سواء كان الحمل ده من زنا أو من غيره، كما في المسبية الحامل من الكافر، لأن كل من ماء الزنا وماء الكافر لا حرمة له،
ولذلك قال في الحديث: ألا لا تطأ حامل حتى تضع؟ فسقط استشكال بعضهم لهذه الغاية، حيث قال: كيف يتصور أن الأمة تكون حاملا من غير الزنا ويكون استبراءها بالوضع؟ لأنه إن كان من سيدها صارت به أم ولد ولا يصح بيعها، وإن كان من زوج انقضت عدتها به ولا يدخل الاستبراء في العدة، بل يجب الاستبراء بعده، ويكون الولد في هذه رقيقا، وإن كان من شبهة انقضت عدة الشبهة بوضعه والولد حر، ويغرم الواطئ قيمته لسيد الأمة ولا يصح بيعها وهي حامل. يعني الوطئ الشبهة وأنجبت ولد، الولد ده يبقى حر زي اللي وطئها شبهة، ويغرم هو ثمنه لو كان عبدا لإيه؟ لصاحب الإيه؟ الأمة. ولا يصح بيعها وهي حامل به، لأن الحامل بحر لا تباع، فتعين أن يكون الحمل من الزنا، وجعل الواو للحال، وقد علمت سقوط ذلك كله بجعل المعنى سواء كان من زنا أو من الكافر في المسبية، وإنما اكتفى بوضع حمل الزنا هنا ولم يكتفي به في العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء، ولأن الحق فيها للزوج فلم يكتفي بوضع حمل غيره، والحق في الاستبراء لله تعالى، ومحل توقفه على وضعه ما لم تحض، فإن حاضت كفت حيضة ولا عبرة بالحمل، ولو كانت من ذوات الشهور ومضى شهر فكذلك. والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنا يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة في من تحيض، وبالأسبق من الوضع والشهر في ذات الأشهر. الحمل من الزنا ليه أحكام مختلفة عن الحمل إيه اللي هو في شبهة عقد أو شيء من هذا. يعني أيهما أسبق، الشهر ولا الوضع؟ أيهما أسبق؟ قول: وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها، أي ليتميز الولد الحاصل بالملك عن الولد الحاصل بالنكاح، لأن الأول ينعقد حرا فيكافئ الحرة الأصلية وتصير أمه أم ولد، والثاني ينعقد رقيقا ثم يعتق فلا يكون كفء الحرة أصلية ولا تصير به أم ولد كما مر. قول: وأما الأمة المزوجة، تقدم أنه مقابل لقوله: ولم تكن زوجة بلا هاء الضمير على ما في بعض النسخ، ويزاد عليه: ولم تكن معتدة، أخذ من قوله هنا أو المعتدة، سواء كانت معتدة من زوج أو وطئ شبهة بلا حمل، وإلا لم يصح البيع كما تقدم. قوله: إذا اشتراها شخص، أي مع علمه بالحال أو مع جهله، وأجاز البيع لأنه له الخيار مع الجهل، فلا يجب استبراءها حالا، أي بل يجب مآلا، مآلا يعني بعد انقضاء العدة، كما أشار إليه بقول: فإذا زالت الزوجية والعدة إلى آخره. وتقدم أنه إذا جرى صورة الاستبراء حال الزوجية أو العدة لم يعتد به، لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو المقصود من الاستبراء، كأن طلقت الأمة مثال لزوال الزوجية، ومعلوم أنه قبل الدخول لا عدة عليها. وقول: أو بعده، أي طلقت بعد الدخول وانقضت العدة، راجع لقول أو بعده كما هو ظاهر، وهذا فيما إذا اشترى المزوجة، ومثله ما إذا اشترى المعتدة، فيقال فيه كأن انقضت العدة، فكأن الشارح استغنى بما ذكره عن هذه لعلمه من قول وانقضت العدة وإن كانت في سياق المزوجة. وجب الاستبراء حينئذ بعد انقضاء العدة، أي حين إذ طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة، بمعنى أن الاستبراء يجب بعد ذلك، لأن حق الزوجية أو العدة متقدم عليه، ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان لشخصين، يعني العدة حق للشخص الأول والاستبراء حق للشخص الثاني، فلا يتدخلان الحقان. ولذلك لو وطئ الأمة شريكان غلط، لما يبقى واحد اثنين يملكوا أمة، يبقى يملكوها في الخدمة والملك، لا يملكوها في الفراش، ما ينفعش ده يعني ينام معه وده ينام معه، ما ينفعش. طب افرض ان هم مش عارفين الاحكام، ووطئ الأمة الشريكان وما يعرفوش الاحكام، يبقى هتحتاج استبراء شهران. شفت ازاي؟ ولذلك لو وطئ الأمة شريكان وأرادت تزوجها وجب استبراءان، وكذلك إذا باعاها فيجب على المشتري استبراءان، ولو وطئ اثنان أمة غيرهما وكل منهما يظنها أمته وجب عليها أيضا استبراءان،
كالعدتين من شخصين، وأما لو وطئها أحدهما بزوجية والآخر بشبهة لزمها استبراء للشبهة وعدة للزوجية إذا طلقت. فجعل المحشي أن الواجب في هذه استبراءان فيه ما لا يخفى، يعني ما لا يخفى من التفاصيل للألهل. قول: وإذا مات سيد أم الولد، أو المدبرة، لأنها تعتق بموته كأم الولد، وكذلك لو أعتق السيد أمته في حياته مستولدة كانت أو لا، وأراد تزوجها من غيره، فيجب الاستبراء في ذلك لزوال الفراش، كما تجب العدة على المفارقة في النكاح لزوال الفراش. قوله: وليست في زوجية ولا عدة نكاح. أما إذا كانت في زوجية وعدة نكاح فلا استبراء عليها، لأنها حينئذ ليست فراشا للسيد حتى يقال قد زال الفراش عنها بالعتق، بل هي مشغولة بحق الزوج من الزوجية أو عدة النكاح بخلاف عدة وطئ الشبهة، لأنها لم تصر فراشا بذلك لغير السيد، فقد صدق عليها حينئذ أنه زال الفراش عنها بالعتق، فيجب عليها الاستبراء بعد انقضاء عدة الشبهة. كل ده تفاصيل احنا قلناها قبل كده. قوله: استبرأت حتما، أي وجوبا. لما يقولك استبرأت حتما يعني وجوبا. نفسها، أي فتستبرئ نفسها بنفسها لأنها صارت حرة، كالأمة، أي كاستبراء الأمة، كما أشار إليه الشارح بقوله: أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أي كالأيسة. وقوله: وإلا فبحيضة، أي وإن كانت وإن لم تكن من ذوات الأشهر فيكون استبراؤها بحيضة. ولو استبرأ السيد أمته، أي بخلاف ما لو استبرأ المستولدة ثم اعتق، فيجب عليه الاستبراء، وقد تقدم أن الفرق أن المستولدة تشبه المنكوح، فيجب عليه الاستبراء بزوال الفراش، ولا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال الفراش، وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة، فيعتد بالاستبراء الواقع قبل العتق ولا استبراء عليها بعده كما ذكره الشارع. قول: ولها أن تتزوج في الحال، أي من السيد أو من أجنبي، ولو أعتق مستولدته فلا أن تتزوج من سيدها في الحال بلا استبراء كالمعتد منه، لأن هي هتتجوز اللي هي أصلا صاحب العدة أو صاحب الملك الأصلي، بلا استبراء كالمعتد منه بخلاف الأجنبي، فليس لها أن تتزوج منه إلا بعد الاستبراء، ولو استبراء قبل العتق لأنها تشبه المنكوحة كما تقدم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام الرضاع الاثنين القادم. الفصل السابق رحنا قريناه يعني بعجلة، لكنه أحكامه واضحة يعني، لكن لم نرد أننا نفتح فيه ونقعد فيه أعداد طويلة، يعني عدة أعداد، لأنه ليس له تطبيق في الحياة العملية الآن. والله تعالى أعلى وأعلم.